الأجازة قربت تخلص والمفاجآت هتبدأ، وكل حاجة عملتها في الفيلا هتتعرف. إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلق. مراد! يا مراد! ماله؟ يا مراد! ايه يا ابني مالك في ايه؟ هو انت مش هتبطل وساخه ولعب عيال؟ وساخه ايه؟ مش فاهم حاجه في ايه؟ لا انت فاهم كويس. يا ريت لما تحب تقول حاجه تقولها في وشي على طول، ده لو في حاجه اصلا. بلاش جو المسجات الغامضه دي. بقول لك ايه؟ انا لا بتاع مسجات ولا جو من تحت لتحت، انت عارفني كويس، لو في حاجه اقولها لك في وشك. اه عارفك كويس. دايما عندك تفكير مريض ودماغك مليانه زباله وكلام فاضي. بقول لك ايه يا علي؟ أنا ماسك نفسي بالعافيه عشان ما اولعش الدنيا، ماشي؟ ما كانوش كلمتين فكيت فيهم معاك زمان، واضح إني كنت غلطان. وفين؟ مفيش حاجة. لا في حاجة، وحاجة تخصني كمان. أنا بقالي يومين كل ما أدخل عليكم أنتوا اتنين تسكتوا. لا إيه ده بس كده؟ مفيش الكلام ده يا عم سليم. صلى على النبي، صلى على النبي يا جدعان. ما قلت من الأول سفرية زبالة بلاش منها. ما تلم لسانك أنت كمان، سفرية الزبالة. لا 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 استنى بس، هو عنده حق. الكلمة دي بقى بالذات تخص ناس معينة. قصدك انا هنخلي السفريه زباله يا غلط؟ يا علي يا علي يا علي يا علي مش هسيبك بس بقول لك ايه ده يا جماعه؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ سليم ايه؟ ايه اللي حصل؟ لم هدومك ويلا بينا. طب بالراحه بس. يلا في ايه؟ استنى بس. يلا احنا كمان. يلا فين؟ يلا في ايه؟ يلا يا سليم استنى بس. في ايه طيب ما تقول؟ يلا بس. اه هو في ايه؟ تستقبل؟ انت مين يلا؟ ما تكلمني الراجل الراجل كده، ولا انت عيل عبيط ولا ايه حكايتك؟ عبيط؟ طب ما تيجي نشوف كده انا عبيط ولا لا؟ اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.